السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. عايز هنعمل أكلة بسيطة وأكلة سهلة. جبنا معلقتين سمنة حطيناهم سيبناهم يقدحوا، وهنزل بالكبد هنزل بالقوانص اللي عندي. القوانص ديت طبعا بعد ما غسلتيها كويس من الزفارة ونقعتيها في مية خل وكده، أنا بحب أسلقها نص سلقة كده عشان القوانص بتبقى شديدة، ونشوح فيها كده على البوتاجاز، هننزل فيها تشويحة كده. طبعا لازم السمنة بتاعتك تكون حامية عشان ان هي سخنة جامد عشان تاخد الصدمة القوانص. حبايبي زي ما انت شايفة اهو، زي ما انت شايفه اهو ان احنا اتحمرت معانا. هنزل عليها معلقه فلفل اسمر، هنزل عليها معلقه كيلو كزبره، وهنزل عليها فص ثوم. انا عايزاهم مش يعملوا الريحه، يطلعوا الريحه بتاعتهم. زي ما انت شايفه كده اتحمرت عشان يدي ريحه وطعم ويقضي على اي زفاره. هنزل بقى بالبصل عندي، ونسيب البصل ياخد تشويحة. الشريحة مش هقولك بقى اما اتحمر الفلفل الاسمر والكزبرة. نسيبه يتشوح مع بعضه، نرجع له تاني. حبايبي زي ما انت شفت شايفه اهو، عندك البصل اسمر اسفه البصل اصفرت، وعندك اهي والقوانص زي ما انت شايفاها خدت تشويحه اللون الذهبي الجميل دوت، وريحه التوابل طلعت. هنزل زي ما انت شايفه كده اهو، هنزل بالكبده اللي عندي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم أهو. هسيبها اهي حبايبي. هنزل بقى بالتوابل عندي تاني، كزبرة، فلفل اسمر، توابل فراخ، وهنزل بورقتين لورا يدي طعم تاني، وهنزل كركم او بزار، هنزل بسنة بابريكا واقلب ده كله اهو، وهنعمل احلى غدا واحلى وجبة لعيالك. الكبده ما ينفعش تقلبي فيها كتير عشان ما تزفرش، يقول لك الكبده ما تقلبش فيها، شد وتروحي مقلباها، شد وتروحي تقلبيها. طبعا الكبده قبل ما اقطعها كده او باخدها في الفريزر بكون منضفاها كويس جدا ومتبلاها كويس وغسلها بميه وملح قبل ما تتقطع. الكبده تتغسل كويس وتعمل، وبعدين انا بجمدها وبعد كده بقطعها وهي متجمده عشان الكبده ما تتهريش مني. حبايبي دلوقتي لقيت الكبده اتشربت عندي، هنزل بباقي راس الثوم اللي عندي، وهنزل احنا ما حطيناش ملح، هنزل بالملح اللي عندي. وتقلبي كده،
شايفه شايفه الكبده، بصي طالعه مكعبات ازاي، ما اتهرتش منك اهي اهي كده، ما تهريش منك كده. والثوم والبصل والتوابل هيضيعوا اي ريحه زفاره، مش هتحسي ان انت بتاكلي كبده فراخ او قوانص فراخ. هنزل عندي كوبايه، عندي ميه مغليه، هنزل بكوبايه ميه زي ما انتوا شايفين واسيبها تتشرب. وطبعا الكبده ما ينفعش الا جنبها مكرونه، مكرونه يا اما عيش يا اما سندوتشات، بس احنا هنعمل جنبها مكرونه ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنا دخلت الكبده عندي والقوانص على مرحله سوا، هنزل عليها بمعلقه صلصه بس مش هنكتر، احنا بس عايزين نعلي ايه التست بتاعها. وبعدين يعني انا خلي بالكم القوانص خليتها من اي دهون ومن اي الحته البيضة اللي فيها دي خالص عشان ما تعملش عندي زفاره، وطبعا سلقتها وبعد كده شوحتها عشان القوانص غير الكبده بتاخد وقت. واسيبها كده اهوت تتقلب عندك في الصلصه، معلقه الصلصه بيبقى طعمها كده تست تاني. وهاجي بقى هنا، بصوا زي ما انتوا اهي المكرونه بتاعتنا سقطناها وسايبينها. بصوا يا جماعه اهي عندنا اتشربت كل حاجه وخلصت، بسم الله ما شاء الله، واستوت وصفينا المكرونه بتاعتنا. ويلا بينا عند التقديم، هاخد كده تقديم هنا لان في الاولاد عايزين ياكلوا، في اللي عايز ياكل بالمكرونه وفي اللي اساسا عايز ياكل بالعيش. وناخد كده اهو اهو، يلا بينا حبايبي. والنهارده ده الاكله البسيطه اللي معانا، الكبد والقوانص، وهي زي ما انتم شايفين عملناها بالمكرونه. طبعا ما ضفناش المكرونه صلصه، لا كده هي التسوس بتاع الكبده والقوانص هتتاكل بيها. وهنا اللي عايز بالعيش عملنا له، نزلنا له طبق وهو العيش معانا، وهو دي وجبه بسيطه تقدري تعمليها لاولادك في اي وقت. وان عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت.